كتير منا بينسى اهم ميزه بعالم السوشيال ميديا واللي هي السرعه. اليوم مستخدمين السوشيال ميديا ما عندهم صبر اكثر من 3 ثواني لحتى يختاروا يكملوا الفيديو او لا. لهيك انت لازم تكسب انتباههم خلال 3 ثواني بس. كل ما كان الفيديو بيجذب الانتباه من البدايه اكثر، كل ما كان تاثيره اكبر.